السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الماستر هيثم الزرعوني. تمريننا اليوم خاص بعضلات الرقبة، تابعونا. أغلب التمارين اللي بنأديها اليوم تحتاج إلى كرسي مستوي بهذه الطريقة. التمرين الأول تحتاج أنك تستلقي على الظهر، ولكن الرأس يكون في منطقة حرة بهذه الطريقة. التمرين الأول يؤدى بهذه الطريقة، رفع الرأس والنزول ثم الرفع والنزول. يركز هذا التمرين على المنطقة أو الجزء هذا في العنق. حاول تثبت 5 ثواني، تحسبها 1 2 3 4 5، بعدها تنزل مع عملية الثبات. في حال بغيت تزيد من حدة التمرين، ممكنك تحط يديك على الجبهة، ذلك لعمل مقاومة من قبل الرأس ودفع من قبل الكف. التمرين الثاني تحتاج أنك تسترقي على البطن بالتركيز على منطقة الرقبة من الخلف. يؤدى التمرين بهذه الطريقة. وإذا بغينا نزيد من حدة التمرين نثبت 5 ثواني كذلك. بالإمكان كذلك وضع اليد بهذه المنطقة لزيادة الوزن. التمرين الثالث تحتاج أنك تستلقي على الجانب، وذلك التركيز على منطقة الرقبة من هذا الجانب. تؤدي بهذه الطريقة. إذا بغينا نزيد من حدة التمرين يتم وضع اليد للدفع للأسفل والمقاومة من قبل الرقبة. التمرين الأخير يعتبر تمرين متقدم بعض الشيء، حيث أنه يمارس بكثرة لدى المقاتلين في فنون القتال، وبالأخص الملاكم الشهير مايك تايسون. يؤدى هذه الطريقة، الاستلقاء على الأرض، بعدها وضع اليدين، وضع الرأس بهذه الطريقة، رجوع للخلف وإلى الأمام. في حال بغينا نزيد من حدة التمرين يتم الاعتماد على الرأس فقط. في الختام، الرقبة تعد جزء مهم جدا في الجسم، حيث تقوية عضلاتها تحمي فقرات العنق بشكل رئيسي، وتدفق الدم كذلك في هذه المنطقة. نشوفكم في الحلقات القادمة، تحياتي.